الذي لم أفهم تماما كيف دخلت هذه الكرة، وهذا هو هدف التعادل لصالح تيبي بالرأس لمن فتهم الوصف، هدف كان في منتهى الروعة أيضا. ثم جاء الهدف الثاني أيضا من العملاق كوليبالي، سبق كل المدافعين، وبعده جاء الثالث أيضا لتيبي مازامبي بعد هذه الكرة والانطلاقة الرائعة جدا على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب الاحتياطي بولينجي الذي سدد كرة بمقصية رائعة. ثم جاء الفرج بهدف ثاني لصالح وفاق سطيف، هذه الكرة من سفيان، عن طريق سفيان يونس سجل الهدف الثاني لصالح فريق وفاق سطيف، ربحنا.